She found. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من أرسله الله رحمة للعالمين نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله وحين كسو جرني تفسير كي قرآن كريم كاها سورة الأعراف آيات وحين أكبلا بين عاوى لحية سقاشا إلى بغل إيولا باتا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها، ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل،
كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وحين كسوجرني إلهي سبحانه وتعالى ودوينك وكل دقمه قريوينك رسوش وذبينية iyada oo ilaahay dhaxtaal uga dhigay qisooyinkii uu inooga waramay iyo qisada nabi muuse alayhi salaam aayadkan kadib waxa ay noo bilaabmi doona nabi muuse alayhi salaam iyo qisadiisi ilaahay wuxuu leeyahay jalla jalaalu walaw anna ahla alqura hadii dadka qaryooyinka degani آمنوا أي رميان إلهي سبحانه وتعالى يا أنبياديسا واتقوا وإلهي كبغضان جل جلاله
لفتحنا وحان فر لهين عليهم كركوغا بركات بركات ومن السماء سمد حقيقة والأرض يدلك حقيسا ولكن هساء كذبوا ويبينيين فأخذناهم وحان كوقا بالنبا إلهين بما كانوا يكسبون وحياي كسبنيين شقيسنيين درتيت بانو كوقا بالنبا أفأمنا وحي كامن نقضين أهل القرى قريوين كأهل كوغو أن يأتيهم منو إيما دبأسنا عذاب كيغو بياتا قرها بينا والحال هم نائمون إيهن كوهردة أو أمن موحي كامن نقضين وإكاميهن أهل القرى أهل قره أهل قريوين كو أن يأتيهم منو إيما دبأسنا عذاب كيغو ضحا وقت برقاء والحال هم يلعبون أي عياريان أفأمنوا موحي آمنين مكر الله مكر كإلهي سبحانه وتعالى نقرت إلهي الشرغول كيسي آمنين فلا يأمنوا ما آمنوا مكر الله مكر كإلهي إلا القوم الخاسرون قل خساتي موياني آيات كإلهي سبحانه وتعالى وحوك قوى الرمي قريوينك إيا سيد إلهي سبحانه وتعالى أولى تعامل أيه وحو ربي لي هاي آيات كوان هدي داتك ميل دقن داتك قريت دقن أما مقالو أما تولد دقن هدي إلهي كبغدان ويرميان إلهي وحو لي هاي برواق دا أدونك أيان السماء يدل كبه وغكين لهين بركات بقى لوفر لها روبك إلهي وبدين لها وحو إلهي وبدين لها دلق يوحي أي أريقوغ يغلفتو دبائي عنان معناها برواقا نقلل لهين وي ونلشي ونأكسن إذا الله وقب الله قادي عد إلهي الرميسة أيو إلهي قلل لها لكن لقمه لبدن كوغا قريوين كتاسو كله سأدرت إدباء إلهي وحو رعساها تيوي بينيينو مركاسان وكوقب نوحي أي كسبن يندرت ولا عذاب مركا عذابك إلهي وعذابي وحي كسبدان أمبك غيمد إلهي ظلم أو ظلمي معها بني آدم كي إلهي وحنا صبوك دحيا مجرتون أهين عبادة سي إلهي وحويان إنا الرميان هديها دب بني آدم كي الرمين لغهلو الله كعفسنا لغهلو حقي لقولها وي أوفيين حقي إلهي ويسساربا مركا إلهين أوفين أو أه نكي الله رمي يا إلهي كبغضة إنو نلال في عن إلهي أدونك كنو ليسيو هدان إلهي وحو يري داتك قريوين كدقني ما وحي كأميهين إن عذابك يغو إي ما دقورها بينا يغو أمرك هرداء ما آمن بكيهين مي آمنين تاسي سيدي بو آمن يعني إن إلهي عاصيي أو هريا هبين بمعصية ذا إلهي كشقين إياه إنو آمنا بما همركا هبين كأوسيحان إياه وآيه واحد دعي كرت إلهي إنو كار قوستو مركا أددك قريوين كدقاني ميه آمنين وي إن عذابك يقو مآمن بيكيه إن عذابك يقو إنو يما دقور هبين إيهو هردو واربعان إسكهين أما إنو يما دع عذابك يقو قواب قور مركا سيبرقاء إيهو عياريا وحدنا وران إسكهين مركا سا إلهي وحيري ما مكرق إلهي بي آمنين مكرق وحويان قفك أول لغي ما دميال آنو كفلين أيا مكر الله إله هذا داتك يقو برواقي سنة يقو راحي تلمامي مكرق ويتاسيه مكرق إلهي ما آمنو إلا قول خسرت مويان قال تعالى إلهي وحري ولو أن أهل القرى هدي داتك قريوين كدقني آمنوا أي إلهي رمين لهايين واتقوا أي ألك عبسي إلا لهايين لفتحنا وحنوفر إلهين عليهم كركوغة بركات بركات بان وغفر إلهين من السماء والأرض صمد يدلك ولكن ساهتي كذبوا ويبينيين إيمان لغمهل الله كعبسنا لغمهل فأخذناهم وحنوكوغة بني بما كانوا يكسبون وحي كسبنا يندرتيت بانوكوغة بني أفأمنا ما وحي كآمن نقضين أهل القرى قريوين كأهل كودو أن يأتيهم منه ما دبأسنا عذابك يقو وهم يقو نائمون هرده أو آمين ما وحي كآمن نقضين
أهلُ القُرى قريوين كيهلكودو أن يأتيهم من ويمادو بأسنا عذاب كيغو ضحا وقت مركاسي برقاء والحال هم يغو يلعبون عياريا أفأمنوا ما وحي آمنين مكر الله شرقولك إلهي سبحانه وتعالى فلا يأمنوا ما آمن مكر الله مكرك إلهي إلا القوم الخاسرون قل خسارتي موياني أولم يهدميان يعضان للذين كو يرثون الأرض للك دحليي من بعد أهلها إهل كيغا إنتي لها لاغي كدب دحليي ألو نشاو هدان الدونو أصبناهم إنا نكو قبرينو بذنوبهم ذنبيدو دا سدي كو يكهر ريي إلا هلغي باللوغو قبطي ونطبع وحانو دبولنا با إلهين على قلوبهم قلوب تودانو دبولنا دادك إلهي عاصية وفهم يقو لا يسمعون وحالا وحي مغليان مركا جيري ميسو qofki wax walba isagoo garanayo wax walba lagu dul akhriyo ayaana hadana qalbigiisa ilaahay xaq u furayn wa markuu qalbigiisa ilaahay daboolo awalam yahdi miyanay u cadaan miyanay ku hanuunin lil ladina ku yarithuna dakhliya al ardh dulka dakhliyay min baadi ahliha ehelkeega kadib dulka dakhliyay wa macnaha dadkii hore deganaa ayay dulka ka dakhleen oo dadkii hore markii la haligay lagu haligay dunuubtooda ayaa iyaguna dhaxleen hadaba kuwa ku noocaasi ahaayay dhulka dhaxlay miyaanay wali wacadaan ama aanay ku hanuunin allaw nashaa'u hadii aan doono asabnaahum inaanu ku asiibayno oo aanu ku qabanayno bidunuubihim dambiyadooda wa natba'u wa hanu daboolayna baa ilaahayna cala quluubihim quluubtooda korkood baan daboolaynaayo fahum iyagu laa yasmacuuna wax la waxay maqlayaan markaa jiri mayso qofku waa la qalbiga ka daboolo wax kasta haddaad ku akhrida waxba aan fiicmayso ilaahay qalbiga inagama daboolo marka qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi tilka taasi alquraa qaryooyinihi naqusu waanu kaaga warramaynaa calayka korkaaga min ambaa'iha wararkayga wax ka mida ayaanu kaaga warramaynaa nebi maxamedow sala allahu alayi wasalam qaryooyinka la sheegayaa waa kuwii aynu soo marnay waa qowmu nuuxin wa caadin وقوم صالح وثمود وقوم لوط وقوم شعيب نقص عليك من أنبائها وركيغا وحكم إذا نكاغا قصوني والله يا لقد جاءتهم وحاوتهم من رسولهم رسوشه ذو وحي ولي مادين بالبينات حجوي عرعد فما كانوا ما يهين ليؤمنوا كوير رميا بما كي كذبوا أي بينيين من قبل هري حجوي كوينت أنا إما برسوشه بينيين مركا كوار رمينا يا أصلا ما بيهين كذلك السداس وكلا يطبع الله إلهي والضبولة أو طابعا على قلوب الكافرين ضدك قال ذا قلوب تودا كوان هدى إنو لين أهي محي الرسول كالراع إلهي محمد صلى الله عليه وسلم دين تا إلهي توسنا إسلام كمحي لقا أدن لأيه كوان أن لين أهي قلبي قال لك الضبولي وي ضدك قلبي قال إنو إلهي أفر وكوان رمي إلهي يا مركب إلى هذا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله إلهي وحليه سبحانه وتعالى وما وجدنا كمان ننهل لأكثر وما وجدنا كلمان ننكل من لأكثرهم بذن كوغا من عهد أي عهد وحبالنا كلمان ننكل من وي وإن وجدنا وحان كلكلنا أكثرهم بذن كوغا وإن وجدنا وحان هلنا أكثرهم بذن كوغا لفاسقين إليهنك وطاع ذا إلهي كبحسن ضدك بلن كلمان بلن ضدك بذن كوغي بلن كي آنو لقلنا كمان هلن بإلهي سبحانه وتعالى وما وجدنا وما ننهلن لأكثرهم بدن كوغا من عهد أي عهدا وحبلنا وما ننهلن بإلهي سبحانه وتعالى بلن أي في أوفيين وسيدو أو دعيوك صبحين كما نان أرق وإن وجدنا وحانو كهلن أكثرهم بدن كوغو لفاسقين إن إيهن كوطا عدا إلهي كبحسن سبحانه وتعالى هدان هلين وحان هلين إن إيهن ضد عدا إلهي كبحسن بدن كوغو بإلهي جل جلاله تلك تاسع القرى قريوين وي نقص حال انك كاغا قسورن عليك كركاغا من انبائها ورركيغا وحكمدا من بعض انبائها وي والله يا لقد جاءتهم حيولت من رسلهم رسلهم بالبينات حجوين عدعد بولي مادين فما كانوا ما يهين ليؤمنوا كو يرميا بما كي كذبوا اي بينيا من قبل هري كذلك سدا كو ان لو دبا كو سدا كو قلبيغا لو دابعي او لو دبوري أيا يطبع الله إلهي وضبولا على قلوب الكافرين ضدك قال ذا قلوب تودا
aayadan hanjabaad baa ugu jirta kufaartii maka oo lagu leeyahay haddaad rasuulkiina raaci weydaan qalbigaa laydin daboolay, mar haddii qalbiga laydinka daboolana ilaahay idin hanuunin maayo subxaana wa tacaala. Wamaa wajadnaa, umaanaan helin liakharihim badankooga min cahdin wax ballana, wain wajadnaa waxaanu helnay akharahum badankoogu lafaasiqiina inay yihiin kuwa taacada ilaahay ka baxsan. Thumma bacathnaa min bacdihim muusa ila biaayaatina ilaa fircauna wamala'ihi fadalamuu biha fandur kayfa kaana caaqibatu lmufsidiin. Waxaa inoo bilaabmaya qisadii nebi muuse calayhi salaam. Nebi muuse qur-aanka in badan buu ilaahay ku sheegay, waana rasuulka ugu badan xagga sheegitaanka qur-aanka dhexdiisa. Maraaxil fara badan baa qisadiisu ay soo martay, qur-aankuna way nooga waramay. marxaladda koowaad waxa weeye markii uu dhashay ilaa uu 30 jir ka gaarayay, iyo markii 30 jir laga bilaabo ilaa intii 40 uu ka gaarayay, iyo markii lasoo diray ee fircoon loo soo diray, iyo markii reer bani israa'iil ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku daray. Intaasiba waa maraaxil uu nebi muuse maray calayhi salaatu wasalaam, qur-aankuna wuu inooga qisooday. suuraddan aynu ku jirnaa waxay ka waramaysaa uun marxaladii nebi muuse calayhi salaam uu markii rasuul laga dhigay fircoon la soo maray, iyo markii dambe oo reer bani israa'iil uu la maray, wixii reer bani israa'iil iyo isaga kala qabsaday ayaa suuraddu inooga waramaysaa, iyo wixii fircoon iyo nebi muuse kala qabsaday. amaa inta kale waxaynu ugu tegaynaa suuratu lqasas, nebi muuse dhalashadiisii iyo arijirkiisii suuratu lqasas baynu ugu tegaynaa haddii ilaahay idhaahdo. ilaahay wuxuu uhi thuma, intaa kadib, bacathnaa waxaanu dirnay min bacdihim, qaryooyinkaa la halligay kadib waxaanu dirnay muusaanu dirnay, biaayaatina aayaadka iyagaanu la dirnay, ilaa fircauna fircoon baanu u dirnay, wamala'ihi madaxyaweyntiisii, fadalamuu way dulmiyeen bihaa aayaadkiibay dulmiyeen, fandur ee kayfa sida kaana u ahaa, caaqibatu lmufsidiina kuwa wax fasahaadiya cidhibtoodu siday ku dambaysana u fiirsa wey. intaasi waa warkii oo kooban, ilaahayna waa inoo faahfaahinayaa imika waa kan. wa qaala, wuxuu yidhi muuse wuxuu yidhi, yaa fircawnu fircawnow, innii anigu rasuulun rasuul baan ahay, rasuulka oo min rabbilcaalamiina uunka rabbigiisa ka socda ayaan ahay, xaqiiqun waxaan mudan ahay, calaa allaa aquula inaanan ku odhan calallaahi ilaahay korkii ila alxaqa wax xaqa mooyaane, inaanan wax kale ilaahay ku odhan ayaa waajib igu ah oo aan islaazimiye wa laazim igu ah wey, xaqiiqun calayana waa la akhriyaa, xaqiiqun ana aniga xaqiiqun waxaan xaqiiq ku ahay calaya korkayga, ama xaqiiqun waxa xaqiiq igu ah calaya korkayga, allaa aquula inaanan odhan calallaahi ilaahay korkii ila alxaqa xaq mooyaane wax kale inaanan ilaahay, mar haddaan rasuul ahay xaq un baan ka sheegayaa ilaahay wey. qad ji'tukum, dhammahaan waxaan idinla imid, bibayinatin xujo cad baan idinkala imid, min rabbikum xagga rabbigiin, fa arsil dir maciya aniga la jirankayga bani israa'iil, reer bani israa'iil dir. marka reer bani israa'iil waxay ahaayeen dad uu gumaysta fircoon. qaala, wuxuu ihi, in kunta haddii aad tahay ji'ta kii la yimid, biaayatin aayad, faati bihaa keen, in kunta haddaad tahay min asaadiqiina, kuwa runta sheegaya. faalqaa wuxuu tuuray muuse calayhi salaam acsaahu, ashiisii buu tuuray, ushiisii ayuu tuuray, faidaa hiya waaba iyada oo thucbaanun abeesa mubiinun cad, wanazaca waxa uu ka siibay yadahu gacantiisiina, kalxantuu ka soo saaray, faidaa hiya waaba iyada oo baydaa-u u cad, linnaadiriina dadka fiirinaya. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inoo tilmaamayaa qaryooyinkii la halligay kadib nebi muuse laga soo daba diray, waxaa loo diray fircoon iyo madaxyaweyntiisii, nimankii ay isku akhyaarta ahaayeen ee qabiilkiisa ahaa. fircoon laba arrimood buu ku dhacay. arrinta koowaad waxa weeye inuu ilaahnimo sheegtay, bashar aanu ugu horreyn sheegtay. arrinta labaadna waxay tahay inuu reer bani israa'iil gumaystay. marka labada arrimood baa nebi muuse loo diray in reer bani israa'iilna uu ka khalliso, fircoonna bani aadamnimadiisa lagu toosiyo, ilaahay keligiina uu rumeeyo. intaasaa loo soo diray. tii baa nebi muuse markaa ku dhawaaqo uu yidhi, fircoonow anigu rasuul xagga ilaahay ka socdaan ahay, arrinkaasina waa arrin xaqiiqa oo sugan weeyaan, waxaanan mudanahay buu yidhi inaan ilaahay xaq mooyaane wax kale aanan kaga hadal, aayad cad baan idinla imid buu yidhi, xaquu tuurta buu yidhi.
idinku tuura. Falammaa alqaw, markay tuureen wixii ay isku keenteen, dee inay suurada kalaan ugu tegaynaa waxayna nimankan soo keeneen ula iyo markaa marooyin iyo waxbay isku xidxidheen oo wixii bay tuureen. Markaa meeshii la iskugu yimid ee la daawanayay ayay ku tuureen. Ilaah baa markaa wuxuu ka waramay sixirka nimankaasi ay la yimaadeen baaxadduu lahaa. Markaasaa wuxuu yidhi ilaahay, falammaa markii alqaw ay tuureen wixii ay tuurayeen, saxaruu waxay sixreen, acyuna annaasi dadka indhahoogii bay sixreen, indha sarcaad bay u dhigeen. Macnaha lama odhan saxaruu naasa dadkii bay sixreen lama odhan, ee waxaa la yidhi saxaruu acyuna annaasi dadka indhahoogiin bay sixreen. Ee waxani xaqiiqa ahaan isma bedelin, ushu ushii unbay ahayd, maradu maradii unbay ahayde, waxay adeegsadeen sixirka u adeegsadeen baa dadka waxa indhahoogii uga dhigay waxyaabo wada socda abeensooyin iyo masas yaryar iyo waxaan bay noqdeen. Saxaruu way sixreen, acyuna annaasi dadka indhahoogii bay sixreenoo, wastarhabuuhum dadkii bay ka cabsi geliyeenoo, wajaa'uu waxay la yimaadeen bisixrin sixir cadiimin weyn bay la yimaadeen buu ilaahay yidhi. Ilaah weyn baa ka sheekeynay oo leh sixir weyn bay la yimaadeen, laakiin dee marka loo eego usha nebi muuse sixir maaha, waxaa naf lahayn weeye. Marka nebi muuse ushiisa marka loo eego, aduu markay sidaa ushii ay sidaa ulahoogii u tuureen iyo maryahoogii ee meeshii gebi wada abeensan noqotay ee nebi muuse xataa laftiisa waxoogaa faawjasa fii nafsihi khiifata muusa, waxoogaa cabsi yar baaga soo ruuxaan waa balaayooyinka masaskana maxay ah ayaa waxaa lagu yidhi nebi muuse, qulnaa laa takhaf innaka anta alaclaa, suuratu taha. Waxaan ku nihi nebi muuse, ha cabsoon, adigaa sarreeyaha cabsoon. Walqi maa fii yamiinika talqaf maa sanacuu innamaa sanacuu kaydu saaxirin walaa yuflixu saaxiru xaytu ata, sixirooluhu weligii ma guulaysto, weligii ma guulaysta sixirooluhu. Waqtigu doona ha noolaado, intuu doona ha noolaado, marnaba ma guulaysto. Ilaahay baa markaa wuxuu yihi wajaa'uu waxay la yimaadeen bisixrin sixir bay la yimaadeen, sixirkoo cadiimin weyn. Waa waxayna waxaan uu waxyoonay ilaa muuse, nebi muuse waxaan uu waxyoonay an alqi casaaka ushaada tuur, faidaa hiya waaba iyada oo dee wuu tuura, faidaa hiya waaba iyada oo talqafu, waa iyada oo guranaysa. Maa wixii yafikuuna ay markaa dhalan rogeen, waxaan ay been abuurteen ayaabay afka u dhigatay guranaysa, waxaan ay abuurteen ay dhoodhoobteen ayay afka u dhigatay. Talqafu, way hal dhabaalaysanaysa wixii oo dhan. Nimankiina way arkayaan sixiroolayaashii. Fa waqaca, waxaa sugnaaday alxaqu, xaqii baa sugnaaday. Wa batala, waxaa buray maa wixii kaano ay ahaayeen, yacmaluuna kuwii qabta. Faqulibuu, waa lagaga itaal roonaaday hunaalika halkaasi. Wanqalabuu, way noqdeen saaqiriina iyaga oo markaa liita. Wa ulqiya saxaratu saajidiin, waxaa meesha ka dhacay sixiroole markii dhaweyto ku doodaya ajri in la siiyo oo ilaahay rumeeyey. Waa sixiroole ku doodayey in mushkhaayad la siiyo, fircawna uu ka dhawaa ag dhawaado, oo hadda isku bedelay aamanaa birabbi muusa birabbi haaruuna wa muusa. Wa ulqiya, waa la riday asixaratu, sixiroolayaashii way dhaceen saajidiina, xaala yihiin kuwa sujuudsan. Qaala, waxay yidhaahdeen almalau, madaxyaweyntii oo min qowmi fircawna fircawn qoomkiisa ah, inna haada kani la saaxirun, waa sixiroole caliimun oo cilmi badan. Allah, ninkani sixiraysana sixiryahansana, yuriidu wuxuu ku rabaa markaa sixirkan weeyaane, an yukhrijakum, inuu idinka saaro, min ardikum, dhulkiinna. Famaadaa, maxay baa taamuruunaad amraysaan, yaa siyaadata ar-ra'iis, bay leeyihiin. Ama fircawn laftiisa wuxuu leeyahay hadaba waa yahay mar hadday sidaa tahay, famaadaa taamuruuna, maxaan samaynaa? Qaaluu, waxay yidhaahdeen waa ninkii markii hore aan dadka waxba weydiin jirin, maanta dadkiiba u baahday wey. Qaaluu, waxay yidhaahdeen arjih, dib u dhig isaga iyo akhaahu, walaalkii. Wa arsil dir fil madaa'ini, tuulooyinka tuulada iyo qaryooyinka ku xeeran, xaashiriina kuwa soo xashriya dadkii sixiroolayaasha, dir wey. Ya'tuuka, way kuu keenayaan, bikulli saaxirin caliim, mid kasta oo sixir badan oo saaxiro oo caliimin cilmi badan bay kuu keenayaan. Wajaa asaxaratu, sixiroolayaashii baa waxay u yimaadeen fircawna fircawn.
قالوا waxay yiraahdeen inna lana waxa noo sunaaday la ajran ajri in kunna hadaan noqono naxnu anagu al ghaalibina kuwa raysta ee marka ka reeyo nabi muuse alayhi salaam qala wuxu fir'aawn yiri na'amha wa innakum idin kula min al muqarrabin kuwa la soo dhaweeyay ayaad noqonaysa qalu waxay yiraahdeen ya muusa muusa imma an tulqiya ina turat wa imma an nakuna ama ina noqono anagu نحن أنجو الملقين قوة تورته قال وحري ألقوا تورته هدبا فلما ألقوا مركي تورتين سحروا أعين الناس دتك إندوه غيب السحرين واسترهبوهم ويعبس قليين وجاءوا وحي لي مادين بسحر سحر بي لي مادين سحر كو عظيم وين وأوحينا وحنو وحيونا إلى موسى نبي موسى عليه السلام أن ألقي عصاك أشاد توربانو وحيوني فإذا هي وبيض أو تلقف قرن السماء وحي يأفكون أي دودوبتين أي بين أبورتين فوقع الحق حقي بردعي وحقي بسقنا ذي وبطل وحب ريما وحي كانوا أهيا يعملون كوي قبته فغلبوا ولقق الرون هذه هنالك هالكاسي ولقق غالب نقضي وانقلبوا إلا أبتين صاغرين إيقو أمر كالليتة وألقي والا توري السحرة كوي سحر الله ياشا أها ساجدين حالا إيهين كوي سجود ودحسن والله أعلم أقدر سيغان وحو دمان يا مركا والله أعلم ننات. انت كلا وردان كتبت وين فرناتو مركا وإلى هذا مدرس أمام معلمك والله أعلم أيا درس ودما هذا مركا وحال أركا